كانت مؤثرة، كانت كلها في مكانها وفي توقيتها السليم بدري في وقت مبكر. لامين نضاي، بقول لكم هذا الرجل اهو لامين دياي السنغالي 56 سنة الآن، لعب في فرنسا، لعب في كا في مولوز واعتزل سنة 93. هدف آخر لمازيمبي في غفلة من الدفاع الزملكاوي، والهدف الثاني برأسية يشتعل الملعب، تشتعل المدرجات بهدف ثاني في الدقيقة 32، يتقدم مازيمبي 2-0. صلاح وأليكسيس موندومو اثنين النهارده بيلعبوا كلاعبي ارتكاز بعد ما الزمالك فضل فتره يلعب بنور السيد واليكسيس موندومو. ريم صلاح النهارده حازم امام بطبعه بيلعب في الجنب اليمين، شوف وسط الملعب فاضي ازاي. وادي امامنا هنا المحاوله والتحركات الممتازه من جانب اللاعب بوبوتو، شوفوا مره في اليمين مره في الشمال مره في العمق، لاعب مهاري لاعب سريع ويلعب كرات عرضيه خطيره، الراجل براحته جدا 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 وصماته راسيه وهدف في مرمى نادي الزمالك. هنا ادي امامنا هنا بقى ايه يعني كان في لاعبي نادي مازيمبي في نزهه في هذا الملعب في سيركل الحربيه، كره عرضيه من جانب اللاعب موبوتو وراسيه من سماتا عشان يسجل هدف في مرمى الزمالك في الدقيقه 41 من احداث الشوط الاول، تبقى النتيجه 2-1 لصالح نادي مازيمبي. ادي امامنا هنا لم حلو قوي، شوف موبوتو فيش ضغط فيش رقابه، وادي سماتا نادي شطوا ايضا لعب في فرنسا قبل ان ياتي هذا اللاعب بقى عشان يلعب مع فريق نادي مازيمبي في عام 2010. لاعب سانزو، ادي امامنا هنا الاستلام كاساسولا، شوف المساحات اللي بيلعب فيها فريق نادي مازيمبي، وادي امامنا هنا المواجهه تريزور الخطير ولكن عرضيه مش معقول، حارس المرمى مسك الكوره والراجل خطفها منه وهدف هنا ايه هدف بالقوه الجبريه. طبعا حارس المرمى لو حصاله والهدف ياتي، شريف اكرامي مسك الكوره في ايده وجه الراجل خطفها، وادي امامنا هنا الهدف اللي سجل في مرمى النادي الاهلي من كره عرضيه من تريزور امامنا. شوف الاعاده شوف الاعاده، شوف تريزور امامنا عمل عرضيه هنا، وادي شريف اكرامي خلاص مسك يا راجل يا راجل، ده خطفها من يد شريف خطفها من يد شريف، شوف الاعاده مره ثانيه. شوف الكاميرون فاز على منتخب طوغو بلمسه هدفين مقابل هدف، هذه بعد النتائج فقط. ورجعوا لقاء المنتخب التنزاني امام المنتخب الوطني المغربي، واش في هذه السنوات لاحظوا 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 صامتا صامتا كيم بولسون مع بدايه الجوله الثانيه كانت لافته بها 3-0 وقلت تلك امانيهم، نعم تتحقق اماني الجمهور التنزاني الان، 3 أهداف مقابل شيء، نعم الجمهور التنزاني تحقق الاماني ديالو، نتمناو مره واحده تحقق الاماني ديالنا، هادشي اللي بغينا نقولوا حتى حنا بغينا الاماني. كترجع لي مياغري حمال، كترجع مرة أخرى، لاحظوا 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 حذاري 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 صامتا صامتا اللي في مراكش في لقاء الإياب كان حاضر فقط جسديا، اليوم يحضر على مستوى التسجيل ويسجل الهدف الثاني. عفوا عندما رأيت لافتة 3 أهداف مقابل شيء استهزئت شيئا ما بالجمهور المنتخب التنزاني صراحة، الآن هدفين مقابل شيء كل شيء أصبح ممكن. صعبة المخالفة هذه لباتريك إيلونغو من حوالي 25 متر، باتريك إيلونغو أو تريزور إيلونغو، الهدف إيلونغو الهدف الأول لتيبي في 10 دقائق الأخيرة عن طريق قلب الهجوم من بوانا الصمتة. كعدت الحارس موتي باكي ديابا يفعلها كل مرة، فعلا فرجة فعلا فرجة ومتعة وهدف حقيقة رائع.
المتعة في كل مكان من الحارس ومن لاعبي تيبي مازامبي. تقاليد كروية عريقة جدا، تقاليد مع الفرح والفرجة يعني. هناك تقاليد كروية أي نعم عندها النوادي، ولكن هادو عندهم تقاليد مع لميالا. التأخير الانطلاق من ريشارد كيسي بوتانغ. بوتانغ ترجع كرة لناثان سينكالا. سينكالا التأخير ممتازة عملية واحد اثنين، تخرج كرة تخرج كرة من تريزور، التوسيع وصل قلت حذاري من الكرات العرضية. كرة تدور بطريقة شيدة بين عناصر تيبي مازيمبي، تنتهي بتوسيعة من تريزور امبوتو والتسديدة بالراس من سامتا، يغلط عصام بدا ويسجل الهدف الثاني في توقيت 12 دقيقة لعب. قالت إذا تمر الربع ساعة الأولى سلامات. الفرق المغربية فازت بهذه البطولة 4 مرات، والفرق التونسية 4 مرات كذلك. كرة لمصلحة فريق وفاق سيف، الكرات القصيرة، وكأن تيبي مازامبي يعتمد الآن على الهجمات المرتدة والانطلاق عن طريق اللاعب رقم 15 سامتا. سامتا سامتا بسهولة كبيرة سامتا يضيف الهدف الرابع. سامتا يضيف الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-1، والضعف فريق في صراحة هذا هو رئيس النادي اللي نشاهدوه قدم الكثير، الثري رئيس النادي بصفوف تيبي مازامبي. هكذا شفنا تقسيمات هذه، هل هو قانوني او لا؟ والله ما فهمت، شفتها اول مره. كل ملعب ريكبي ساعات يلعبوا فيه الفوتبول امريكان، اول مره نشوف ستاد بالطريقه هذه. الخطوط في كل مجال، اغسط شوف ترجع كره في خطايا بنات جيفن سينكولوما، يلعب واحد اثنين والتسديد، هدف ثاني وهدف التعادل من مازامبي. هدف ثاني في 24 دقيقة لعب لمازامبي، حقيقة فريق لا يقاوم. وهذا رئيس الاتحاد الكونغولي مع رئيس مازامبي مويز كاتومبي. 25 دقيقة أقل شوية مازامبي يعادل النهائي. والدعم الاكبر كان من احمد فتحي وايضا من جانب سيد معوض في التغطيه الرباعي لدفاع النادي الاهلي النهارده. لم نرى مسانده كبيره من احمد فتحي كدوره المعهود او سيد معوض، لانها مباراه مهمه، مباراه افتتاحيه، 3 نقاط تعد الانطلاقه في محاوله الوصول والتاهل للمباراه النهائيه وكاس العالم للانديه. ومش معقول بقى، مش معقول. ادي امامنا هنا بقى كره عرضيه، وادي امامنا اللاعب علي سماتا في هذه اللقطه يرتقي اعلى من الجميع من كره عرضيه ومن هفوه دفاعيه وايضا من عدم تقدير من شريف اكرامي في اللقطه الماضيه. يرتقي سماتا عشان ياتي بالتعادل في الدقيقه 85 في ظل يعني اداء من جانب هذا الفريق. شوف امامنا هنا الكوره كساسولا كسلوا شويه هنا في الضغط امامنا محمد نجي جد. وادي كونغو لاعب تيبي مازيمبي، تغيير من المدرب كيم بولسون ناغاسا. كما قلت ان الاداره التقنيه عرفت استقرار بالنسبه للمنتخب التنزاني. حذاري 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 حذاري. لاعب توماس اول لمسه، لاعب تيبي مازيمبي في اول لمسه يسجل الهدف الاول. اول لمسه لهذا اللاعب توماس. شوفوا لاعاده مثل التماس، ابعاد ما كانش طريقه جيده، خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. أوه! عجيبه غريبه، مازيمبي الهدف الاول يجيبه بلمسه ساحره، بلمسه خاطفه، بلمسه عابره، بكره في المرمى، بكره في الشبكه. الله 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 على الهدف الجميل. الله الله الله، ما
الذي عيني تراه، يتقدمون بعد إصرار كبير، بعد محاولة جميلة، بعد محاولة والأروى. شوف اليمنى، شوف الاستلام، شوف التسليم، والكرة بعد ذلك في المرمى على طول، في المرمى على طول، سجلوها عن طريق منبونا غالي ساماتا. عند برادة كترجع لناصر منتخب الطنزاني. ثاني مباراة الحفيظي. مجموعة من المتغيرات خرجوا الحديث عنها، لكن مجريات ودوران الكرة بالميدان يبقى الأبرز لحد الآن. كرة من جديد من الجهة اليمنى. الساحة ربما حتى الأجواء ساخنة هنا على مستوى الطقس. يمكن أن نقول أنها تبقى مغطية. يمكن نقول أنه هنا محاولة سير المنتخب الطنزاني من الجهة اليمنى. احذاري مثل هذه الكرات. لاحظوا في كرة وحدة سماطة كان قريب. أبو بكر سالم أمامية. ترجع مرة أخرى كازيموتو. اليوم هو يوم الخلاص بكل صراحة، لأن الانتصار يعني أننا لازلنا حاضرين في الإقصائيات، ولازمة لا قدر الله تعني كديش لما تبقى من اللاعبين فلا يتعدى عدد مباريات 3 مباريات كأكثر عدد بالنسبة للاعبين الآخرين. محاولة من بالخضر كتضيع الكرة، كترجع عند سماطة. الجهة اليمنى كرة أخرى ضايعة كتصبع عند برقديش. المنتخب الطنزاني الجولة الثانية بداية أحسن بكثير من الجولة الأولى. حاول المغرب ضغط العمليات. حداري 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 حداري، ولا زال هناك فرصة صالحة للمنتخب الطنزاني. كرة عالية. مجموعة مباريات لعبات بالنسبة للتصفيات لفريق المغرب كأس العالم 2014، ونلاحظوا هجمة أخرى. تمريرة لكن كانت في اتجاه الخصم. توماس 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 توماس. منتخب الوطن المغربي متوفر تنزانيا ابدا. لا 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 لا، بغيناش هدف رابع، بغيناش هدف رابع من منتخب نهزم في اكثر من مره بسبعه اهداف. يتسجل في مرماهم هدف اخر. كره في الجهه اليسرى من جديد. منتخب تنزاني بين في الجوله الاولى انه ماشي منتخب كبير صراحه. في الجوله الثانيه تغيرت الامور، ما عرفش شنو وقع بالضبط مستودع الملابس ديال المنتخبين، لكن تبدلات الامور بشكل كبير. ابو بكر سالم. وطنيه لعبات الكره من جديد للمنتخب التنزاني. هجمه مضاده لمنتخب تنزانيا. لازم الحذر، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل. حسن الحظ كان لدى المغرب رفقة الملايين من التنزانيين بدار السلام وبباقي المدن التنزانية لما هزموا المنتخب الوطني المغربي لأول مرة في تاريخهم بالملعب الوطني بدار السلام. كيم بوسان يجري تغييرين دفعة واحدة لمنح توازن من جديد للمنتخب التنزاني. وهنا كان الإنذار. الدفاع التنزاني يبعد الخطر عن مرمى الحارس جوما كاسيتشا. من جديد الكرة التنزانية، تغييرين سيقدم عليهم المدرب الدنماركي كيم بولسين. مشد كرة من رمضان يامالا خلال الجولة الأولى. مشد كرة من جديد لمنتخب تنزانيا في التماس. لا ونفتخر بمنتخب وطني خلال السنوات المقبلة. أكيد أن الكثير منكم أكيد أنهم يحزنون ويقلقون بمجرد أن يسمعوا أن المنتخب الوطني في طريق إعداد. الجمهور المغربي اليوم لازم منتخب قوي. المنتخب القوي سيتكون إن حضرت العزيمة والإرادة وإن تعلمنا من الأخطاء وإن حصلت. ضاعت من زكريا بقديش، تتحول مرة أخرى للمنتخب التنزاني. إيراستون يوني إيراستون يوني مشت للسماطة، والحكم بنيت يمنح ضربة خطأ لصالح المنتخب التنزاني، وإنذار سيكون لزكريا برقديش. أظن
انذار لزكريا بركديش من الحكم الجنوب افريقي دانيال بنيت. تقدم تظلمات و تحتاج على اجراء معسكر لتغييب لاعبها في فترات حاسمه من بطولة المريخ. هدف من ذهب بفريق العاصمه لومومباتشي او مدينه لومومباتشي الكونغوليه. من جديد سمطة 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 كثيرا وهو يتردد على المنطقه الدفاعيه. دانيال بنيت يمنح امتياز اللعب. مشى الكره من جديد لسمطة. سمطة خطير جدا سمطة خطير جدا ولحسن الحظ ان الكره مرت من امام الجميع. كره مرفوعه تم تحضيرها تسدد. ما لازمش تخليه منتخب تنزاني يسدد يعني للرقم اثنين هنا سلوم ابو بكر. لازم ان تلازموا لاعبي منتخب تنزانيا كاديلالي. Il fait aujourd'hui sa 41e sélection avec une jurape, la Ligue des Champions avec Lille l'année prochaine. Kapombe avec le décalage est fait au milieu de terrain. Domayo qui repasse par Kapombe, la frappe, ça passe au-dessus. Ah, elle était belle hein, cette frappe de sa main. À peine 20 mètres du but de Barry Boubacar. Attention avec cette frappe repoussée. Oh, la combinaison, elle était bien, elle était pas mal du côté. Avec Amri Kiamba. L'accélération de Quasimoto. La bonne sortie de Didier Zokora. Didier Zokora, dégagement de Jean-Jacques Gosso. Ouais, une bonne possession, une belle possession pour. Pour les Tanzaniens, avec Amri Kiamba, avec qui avait fait Saloum Aboubakar, c'est bien fait ça de la part de Saloum Aboubakar, qui écarte sur Nyoni. Nyoni lève la tête, le centre de Nyoni, le coup de tête, c'était cadré. Et ça va finir en corner. Amri Kiamba. Amri Kiamba avec Domayo. Oh, il est accroché à l'entrée, aux abords de la surface de réparation. Il place le mur, attention avec Samata. Samata! Oh, c'était cadré, c'est repoussé encore une fois par Barry Boubacar. Attention Samata, mais également. Ouais, c'est Samata qui va tirer! Ouh, c'était bien tiré encore! Et ça va passer. Nyoni. Nyoni qui va envoyer Samata en profondeur. Nyoni encore. Le ballon de Nyoni. Qui est repoussé par Didier Zokora. Allez, il fait l'effort, Samata. Il accélère encore, Samata, et le bon tacle glissé. 30 سنه عمر هذا الحارس الراسيه عاليه فوق من لومبومبو. تحضير استلام من فريق مازال بالهجمه كره طوليه خطيره جدا سريعه جدا الهجمه محاوله موجوده. الميديا طبعا تقع في بالقرب من حدود زامبيا. هجمة كرة طولية خطيرة جدا بالصدى والمتابعة والهدف مش ممكن هدف أكيد بيضيع. مجموعة صعبة ومجموعة الموت مجموعة نارية في وجود أربع فرق عربية على مستوى كبير جدا عالي. المهارة موجودة والتحرك موجود وهجمة سريعة منظمة لصالح النجم كلابا. هذا هو النجم الزامبي لاعب كلابا كان احترف فترة في الدوري البرتغالي لعب مع نادي يبني الهجمة على الأرض لفريق مازن على الطرف اليمين. هجمة كرة طولية أمامية عالية فوق استلام مهارة من على طول ناحية السلم من أسانتي لمسة هجمة على اليمين حلوة خطيرة ناحية مازن بالهجمة والباص والاستلام من ساماتا على اليمين خطيرة جدا حتى كلابا عدى مرة ثانية والسقوط. الحارس الكاميروني لكونج حارس مرمى فيتا كلوب حتى الآن الاثنين مدربين ما عملوش ولا تغيير في المباراة حتى الآن. هجمة وتصوبة قرباجية ولكن بعيدة تصوبة قرباجية. تراوري أدامة تراوري هو ورينفور كلابا هيغيروا أماكنهم مع سير المباراة. هذه الفرصة لمصلحة مازيمبي
سورة من عسنتي فرصة تصويبة وابو جبل، هذه فرصتين وابو جبل ينقذ دفاع، هذه فرصة فرصة وتصويبة وإبعاد يأتي. كان ليه ثلاث ألقاب نادي المقاولين العرب في كأس الأندية أبطال القوس صغار السن مثل موبوانا وسليف كوليبالي قلب الدفاع لصاحب القميص رقم 6. هذه اثنين لعيبة في وسط الملعب يخش على بعض وابو جبل يا ولد، يعني عدم تفاؤل الفرنسي لنادي تيبي مازيمبي، كرياتهم المادية يعني كبيرة جدا. يعني عاملين معسكر، وادي رأس سيد علي سماتة، علي سماتة مميز حارس إلى خارج الملعب إلى رمي التماس، طول ما الكرة يعني في أقدام لاعبي نادي الزمالك لن يسكن مرماهم أي هدف، ولكن التفريط في الكرة بهذا الشكل يعني الغريب قد يضع في إيقاع المباراة من جانب كده الفريقين. مازيمبي اللي بالتأكيد التعادل يعني في مصلحته، هيرفع رصيده أيضا لسبع نقاط، لكنه هيكون في صدارة المجموعة لأنه حتى مازيمبي تاريخ يعني في صالح نادي الزمالك تماما في البطولة الأفريقية، ولكن مازيمبي فريق أيضا له تاريخ. وهذه تمريرة في العمق وتحقق ياو فريمبونج الظهير الأيمن والأكمل مصلحة نادي مازيمبي. كلابا تحرك من علي سماتة بدون يعني ما يكون مع المدافع، لازم يتحرك مع المدافع عشان ما يستلمش براحته. علي سماتة اللي معاه الكرة الآن، هي كرة على حدود منطقة الجزاء لسولومون للمرمى لمصلحة أبو جبل، كرة تعود يا ولد، شوف استلام موجه من جانب أسانتي ومحاولة من جديد، تحرك رائع من أسانتي للمرمى لمصلحة أبو جبل، كرة تعود يا ولد، شوف استلام موجه من جانب أسانتي ومحاولة من جديد، تحرك رائع من أسانتي وبنقلات وتمريرات قصيرة، تحرك سريع من لاعبي وسط الملعب، ولكن يبدو انه الاثنين اللاعبين اللي في الوسط اللي لديهم ادوار دفاعيه كبيره، دويدار اللي متعود انه يلعب بشرط ان يحقق لقبها، لانه لو لم يحقق لقبها لن يلعب في النسخه القادمه من دوري الابطال في العام القادم 2015. هو النادي الاهلي سويا في 2005 و2008 وفي 2012 و2013 اتوا في نفس المجموعه سويا، يعني يبدو انه جابها من داخل المرمى. هذه محاوله خطيره لمصلحه تيبي مازيمبي، فرصه الان لمازيمبي، استلام داخل منطقه الجزاء، اين التغطيه اين الرقابه؟ ابو جبل يا ولد في المكان المناسب. خمس دقائق الاخيره، ولا يعني نريد ان نكون قاسيين على نادي الزمالك في هذه المباراه، دي فرصه خطيره والكره الى خارج المرمى، ولكن الى حارس المرمى كدياب اللي بيشتت في اخر لحظه. وادي التحضير مرة أخرى لمصلحة السولومون أسانتي في الجبهة اليمنى، متحرك جدا أسانتي، وادي علي سماتة أيضا متحرك بالكعب لأسانتي، فرصة خطيرة لمصلحة تيبي مازيمبي. المباراة من جديد محاولة أطراف الملعب التي تعمل في تشكيل تيبي مازيمبي باستعراض، بيحاول يراوغ السولومون أسانتي، وادي الرأسية، الله الله يا جمعة، جمعة مسهم الكروي تماما، لم يكن للهلال اي وجود في الشوط الاول، لم يكن له الا تسديده وحيده قبل النهايه بلحظات قليله، وخرجت يعني في المقابل تيبي مازيمبي اربع القاب في هذه البطوله. هذه محاوله من جديد وفرصه لاسانتي، التصويبه القويه من اسانتي، لكن روبيركي ديابا يلعب ركله المرمى طويله في الامام. روبيركي ديابا موتيبا 38 سنة، عمر روبيركي ديابا 38 سنة. صفاقسي بينما شقيقه وفاق سطيف يأتي في المركز الثاني بعشر نقاط، والمواجهتين القادمتين في نصف نهائي هذه البطولة سيجمعوا طبعا ممثلي الكونغو. هذه حارس المرمى المتألق في لقاء الزمالك على حساب فريق فيتا كلاب، كان هداف الدوري هذا اللاعب في الموسم الماضي اللاعب البرت ايبوسي. هذه محاوله من جديد لمصلحه علي سماتة التنزاني المتميز في تهدف امام نادي الزمالك، بينما اللاعب ايتك ياما كان سجل في مرمى الهلال. وهذه محاوله خطيره فريق تيبي مازيمبي، هذا اللاعب كوليبالي، محاوله من جديد
لمصلحة علي سباتة اللي بيأتي الآن للهروب من الرقابة على الأطراف. كرة خطيرة وسباتة كاد أن يسجل هدف علي سباتة. علي سباتة وفي النسخة الثانية أيضا كان الوصيف ريال باماكو من مالي أشتي كوتوكو لعب طبعا مباراة نهائية في النسخ الأولى من عمر هذه البطولة نسخة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. هذه محاولة من جديد لمصلحة تيبي مازيمبي انطلاقة لفريمبونجا على الجهة اليمنى يرسل كرة عرضية ولكن تبع إيبونجا. وادي لاعب رقم ستة مونجانجا والمحاولة لفريمبونج. فريمبونج هات وخد خطيرة المحاولة الهجومية الآن فرصة علي سباتة. علي سباتة خفيفة من علي سباتة إلى خارج المرمى ركلة مرمى. بيرفع عدد اللاعبين الكونغوليين الآن في ملعب المباراة من جانب فريق تيبي مازيمبي لأربع لاعبين كونغوليين، بينما على الجانب الآخر في فريق فيتا طبعا سبع لاعبين من الكونغو. فريق الكونغولي تيبي مازيمبي كان حقق لقب البطولة في أربع مرات، وصل للمباراة النهائية ست مرات، فاز بأربع ألقاب وحل في مركز الوصافة في فريق 2009 و2010. هذه كرة ملعوبة لعلي سماتة. علي ينطلق الآن التنزاني علي سماتة هاته خد مطالبة بلمسة يد. فرصة لأحمد حسن مكي، محاولات للتسديد وكرات عرضية من الشمال ومن اليمين، ولكن حتى الآن تنزانيا بتستسهل في هذا اللقاء. 10 لقاءات 9 انتصارات للمنتخب المصري، 3 نقاط مهمة قوي، يعني البداية مهمة قوي للانطلاق. دايما لنا عثرات في البدايات، افتكر في تصفيات 2012 عندما كان التعادل امام منتخب سيراليون، هدف كان لمحمود فتح الله في ذلك الوقت. جرايبون موريس رقم 6، وفي الشمال بيلعب جوشوا، وفي اليمين بيلعب اللاعب كامبومبي رقم 2. ادي امامنا هنا التحرك من علي سماتة. علي سماتة كيامبا، لاعب كيامبا، لاعب امري كيامبا، لاعب خبره على فكره امري كيامبا، لاعب فريق رغم المجهود اللي بيبذل، لكن نتمنى بقى الجهد يكلل ان شاء الله بالنجاح. امامنا هنا محاوله وتحرك واستلام على طول من جانب اللاعب سماتة. ادي سماتة، سماتة للاعب. Here's Egypt pushing forward, another defensive header and a good little layoff for the clearance to be made, and that's a firm challenge. It's going to be a free kick for Tanzania. Just that is shot in on goal. It's another block and Egypt again denied by this non-porous defensive back line that's being implemented by Tanzania. It is shot in on goal. It's another block and Egypt again denied by this non-porous defensive back line that's being implemented by Tanzania. Club's commitments this season, they lost in the Swiss Cup final, that was last Monday. Can they score a goal, Tanzania? Well, players that they haven't got in the squad. It's nicely laid off. It's good play. The ball comes into the path of Kapombe. It's going to be a corner. Who's just come on? Oh no, it's Nione, isn't it? Tanzania still trying so hard. They've been heroic tonight. They really tried to deal with the skillful midfielders and forwards of this Egyptian. لين تطوان عائدة من فترة توقف سلبي، فترة توقف اضطراري بعد نهاية مشوار الدوري المغربي وإنهاء تطوانيين لمشوار البطولة في المركز الرابع، وبالتالي كان التوقف لتحدو زيادة عددية والسيطرة في وسط الميدان لنادي تشوبيسا مازيمبي. وهذه كرة عرضية، كرة عرضية متابعة من هناك.
دخل لاعب صليف كوليبالي للجهه اليسرى فعلا مع زيمبي حاضر بقوه في وسط الميدان. بوكادي دانيال اتشي وتشونغو كاباسو واضافه الى ادم تراوري الاسماء المتواجده بقوه في الوسط يجعل ويخلي لاعبي فريق المغرب التطواني يعتمدون على كرات طوليه مباشره في اتجاه منطقه جزاء توبيسا مازيمبي. اذا كره في التماس توماس مازيمبي ليس بهذه الطريقه المغرب التطواني بامكانه الفوز. اعتقد اذا تواصلت المباراه بهذا الشكل فتوبيسا مازيمبي قادر في اي لحظه على تسجيل هدف. يعني سلمان ود الحاج في انتظار التبديلات يا سيرخيو لوبيرا اتحدث بالخصوص عن العائد عن الوافد الجديد ياسين الكحل لاعب السابق للوداد. هذه الكره في العمق يخرج كيم واكي في وسط الميدان ممنوع المرور ممنوع العبور. نصير ميموني مهمتك الان قطع الكره مهمتك الان منع توبيس في التاهل الى الدور القادم. هذه حسابات معقده جدا حسابات خاصه بكبار القوم في مسابقه دوري ابطال افريقيا. نسخة هذه السنة حقيقة تشهد غياب أندية عريقة أندية عندها باع كفاجئ الجميع هنا بسانية الرمل. أوه كان محظوظ تطوان في هذه اللقطة. كرة في وسط الميدان زيد كروش يحصل كرة يتقدم زيد مهم جدا التسديد مهم جدا التسديد من خارج المنطقة. اليوم كنبحثوا على أهداف أخرى وكنبحثوا لتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله باش نقلصوا الفارق